اسمحوا لي أذهب لعنصر أساسي في معادلة الاستثمار في هذه المرحلة تحديدا في كل دول العالم، السياسة النقدية، مع السيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. وفي الحقيقة يا فندم احنا متابعين انه تفعيل أدوات السياسة النقدية له دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري تحديدا، فحابين من حضرتك لو تستعرض لنا أهم ملامح السياسة النقدية للدولة، خاصة في ظل القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء في الداخل ونتائج إجها كمان، ودي يمكن نقطة تهم المصريين في الخارج في إعادة بث الثقة وتشجيع المصريين بالخارج على ضخ تحويلاتهم الدولارية عبر البنوك الرسمية بالمعدلات المستهدفة لدعم الاقتصاد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر معالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي على الدعوة الكريمة، وبرحب بالسادة الوزراء والسادة الحضور وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وطبعا اهالينا المصريين المقيمين بالخارج بحييهم تحيه طبعا خاصه، وبشكرهم على دعمهم لبلدهم، ويعني ده شيء معتاد ومعهود بيهم. الحقيقه طبعا دور السياسه النقديه دور حيوي واساسي في دعم الاقتصاد وتعزيز الثقه في الاقتصاد، لان احنا عارفين ومتاكدين ان لو في اي اضطرابات في السياسات النقديه او اي سياسات ماليه في اي اقتصاد بتؤدي الى تراجع في معدلات النمو، وبتؤدي الى اضطرابات من شانها ان هي بتصعب الوضع الاقتصادي وبتقلل من فرص الاستثمار ومعدلات النمو والبطاله الى اخره. كان مهم جدا ان احنا نقف على اهم مسببات الازمات بشكل عام، ونشوف طبعا ازماتنا في مصر ازاي نقدر نتجاوزها ونتخطاها من خلال ترسيخ مبادئ سليمه للسياسات النقديه اللي بدورها تقدر تعزز من النمو الاقتصادي، بحيث يكون نمو مستدام ويؤدي الى معدلات تضخم منخفضه وتراجع فيها بشكل ملحوظ، وتعزيز موارد الدوله من النقد الاجنبي، وطبعا الدفع بعجله الاقتصاد وخلق فرص عمل، لان احنا عارفين مصر دولة كبيرة وفي طبعا تعداد السكان بيمثل تحدي كما يمثل فرصة طبعا كبيرة، يجب الاستفادة منها من خلال خلق بيئة اقتصادية ومناخ اقتصادي يحفز على الاستثمار ويحفز على اكتساب الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية لدعم عجلة الاقتصاد والنمو، بحيث نحن نقدر نخلق فرص عمل وفرص طبعا استثمارية كبيرة داخل السوق المصري. احنا حضراتكم كلكم عاصرتوا الوضع قبل الاجراءات الاصلاحيه المهمه اللي اخذتها الدوله، وكان من ضمن هذه الاجراءات هو الاصلاح النقدي وتعزيز دور السياسه النقديه في الاقتصاد. وكان طبعا على راس هذه الاصلاحات هو توحيد سعر الصرف، لان حضراتكم عارفين ان التشوه السعري اللي كان موجود، وحضراتكم عارفين الأسباب، لكن التشوه ده أدى إلى فقدان الثقة وتراجع في القابلية الاستثمارية وانخفاض في التحويلات اللي احنا بصدد يعني تسليط الضوء عليها النهاردة، وبالتالي كل ده أدى إلى اضطرابات واختلالات موجودة في الاقتصاد كان من شأنها أن هي تؤدي إلى المزيد من الصعوبات. لكن الحمد لله تصدينا لده من خلال ترسيخ مبادئ سليمة ومهمة، وهي زي ما بقول كان أبرزها هو التخطي وتجاوز أزمة سوق النقد الأجنبي من خلال توحيد سعر الصرف. توحيد سعر الصرف تم طبعا زي ما حضراتكم عارفين في مارس الماضي، وكان له أثر كبير جدا في تعزيز التدفقات اللي الحقيقة بنشوف إخواننا وأسرنا المصريين المقيمين في الخارج بيساهموا بيها بمساهمة كبيرة جدا. وطبعا حضراتكم عارفين إن لو بصينا طبعا على الأرقام والمؤشرات كلها هتعزز من دور المصريين العاملين في الخارج في هذا المنح. قبل ما تطرق لده حابب أعرض على حضراتكم سريعا كده أبرز المؤشرات الاقتصادية اللي جنينا ثمارها بعد الإصلاح اللي حصل مؤخرا وكان له طبعا تبعيات إيجابية جدا. حضراتكم عارفين إن سعر الصرف كان حصل فيه تشوه سعري وحصل فيه فجوة سعرية كبيرة، كان وصل أو تخطى 70 جنيه في السوق الموازية قبل توحيد سعر الصرف،
إلى أن استقر المستوى إلى مستوى اللي هو موجود النهاردة. وكان الهدف الرئيسي ليس استهداف سعر أو مستوى معين لسعر الصرف، ولكن خلق البيئة والمناخ والآلية اللي بتضمن أن في شفافية في التعامل على سعر الصرف، وتضمن سلامة التدفقات بشكل صحي وبشكل يساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد والقطاع المصرفي. وده اللي أدى إلى سد الفجوة ما بين سعر الصرف في السوق الموازية وفي القطاع المصرفي الرسمي. طبعاً بصينا على أثر ده على الاحتياطات. حضراتكم عارفين إن إحنا كنا شاهدنا انخفاض في الاحتياطات نتيجة لتراجع الموارد بالنقد الأجنبي، إلى أن وصلنا بعد الإصلاحات اللي تمت سواء من قبل الحكومة المصرية أو من قبل البنك المركزي لتحقيق أعلى مستوى للاحتياطات النقد الدولي لدى البنك المركزي، تجاوزت 46 مليار دولار. شكراً. الاحتياطات زي ما حضراتكم عارفين ليها دور مهم جدا، والاحتياطات بشكل عام بتعزز الموقف الخارجي لأي دولة، وبتساعد على التصدي لأي صدمات خارجية. وده كان الدور اللي قامت بيه الاحتياطات على مدار السنين الماضية في مصر. وبالتالي كل ما بنقدر نعزز مستويات الاحتياطات من النقد الأجنبي، كل ما بنقدر ان احنا يبقى عندنا قدرة على التصدي للأزمات، ويبقى عندنا درع ضد التقلبات الخارجية. وبالتالي من هنا تنبع أهمية بناء الاحتياطات كنوع من الرادع والدرع المضاد لأي اهتزازات أو صدمات وتقلبات خارجية، وما أكثرها طبعا زي ما حضراتكم شاهدين ومعاصرين. الاحتياطات تبقى من أهم المؤشرات اللي بيرتكن ليها مؤسسات التصنيف الدولية لتصنيف الدول والملاءة المالية للدول. فكل ما تنخفض الاحتياطات وبالذات بالنسبة للمؤشرات المتعارف عليها دوليا، بيتم تعزيز موقف الدولة من ناحية الائتمانية، وبالتالي بتحسن من المؤشرات الاقتصادية بشكل عام لأي دولة. من ضمن المؤشرات المهمة اللي هي كانت برضو بتنذر بصعوبة الموقف هي عقود الآجلة، بنسميها عقود آجلة غير قابلة للتسليم أو non deliverable forwards، وهي طبعا يعني مشتق من مشتقات التداول في الأسواق. لو بصينا عليها نشوف ان كان المؤشر ده برضو قبل الإصلاح وقبل توحيد سعر الصرف تجاوز 65 جنيه او قرب الى 70، مستوى 70 جنيه قبل مارس 2024، الى ان استقر الى ما يقرب ل 50 جنيه في الوقت الحالي. وده واحد ضمن احد المؤشرات المهمه اللي بيطلع عليها المحللين للتنبؤ ولتقييم الوضع بشكل عام. لو بصينا على أحد المؤشرات الأخرى، عندنا عقود مبادلة مخاطر الائتمان، وهي برضو أحد المؤشرات الهامة اللي بيطلع عليها المحللين لاستنتاج مدى الملاءة أو الخطورة المتوقعة والمتصورة للاقتصادات المختلفة. هنشوف ان كان فيها تزايد كبير، وكل ما قيمة هذه العقود تزيد كل ما بتنذر بخطر اكبر، لان هي فكرنا فيها شبيهة لوثائق التأمين ضد المخاطر. فكل ما قيمة الوثيقة تزيد كل ما معناه ان التوقع او احتمالية حدوث مشاكل واهتزازات اقتصادية بتزيد. وبالتالي التراجع اللي احنا شايفينه امام حضراتكم ده كان مؤشر ايجابي جدا للتحسن في تلك المؤشرات او احد هذه المؤشرات، وهي عقود مبادلة مخاطر الائتمان. ما
من ضمن المؤشرات الأخرى هي صافي الأصول الأجنبية، وقد تعرضت لتصدع في المرحلة التي سبقت توحيد سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية اللي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، وشفنا أن حصل فيها تراجع كبير زي ما حضراتكم شايفين. التراجع ده كان مؤشر لتراجع قدرة أو الأرصدة المتاحة للتصدي للأزمات بشكل عام، وشفنا ولا شاهدنا فيها تحسن كبير جدا إلى أن وصلنا لمستويات إيجابية سواء على مستوى القطاع المصرفي أو مستوى البنك المركزي، وده من ضمن المؤشرات أيضا اللي تم متابعتها بشكل كبير من خلال ومن قبل المحللين، وبالتالي التحسن فيها أيضا مؤشر إيجابي جدا يبشر بتحسن ملحوظ جدا في قدرة البنوك والبنك المركزي أيضا للتصدي لأي أزمات محتملة. الدين الخارجي وهو محل اهتمام طبعا لدى الجميع، وكان في برضو نوع من القلق فيما يخص مستويات الدين، لكن الحقيقة الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة بشكل كبير ووفقا لمعظم المؤشرات الدولية. طبعا أي تراجع فيه يبقى شيء محمود وشيء الناس طبعا هتلاقيه باستحسان، لكن لازم ما ننظرش للدين الخارجي كمستوى فقط، لازم يبقى مربوط بمؤشرات زي نسبته للناتج المحلي وبعض المؤشرات الأخرى عشان أقدر فعلا أطمئن إن هو في حدود هذه الحدود الآمنة التي يتم متابعتها بشكل دولي وبشكل علمي وفني لنستنتج حال ما كان هذا الرقم آمن ولا غير آمن. لكن احنا شايفين إن حصل بالمقارنة بالعام الماضي تراجع في المستوى، انخفض من المستوى اللي كان عليه إلى أن استقر في مايو إلى 154 مليار دولار. طبعا هذه الأرقام متغيرة وفقا للمتغيرات، لكن بشكل عام المستويات في تحسن، وبكل الأحوال أي تحرك في هذه الحدود صعودا أو انخفاضا طالما في حدود معينة لا تنذر بقلق. وبأكد أن إحنا على مدار السنين أولينا اهتمام كبير جدا كبنك مركزي وبالتعاون مع الحكومة أن يبقى في قدرة كبيرة واهتمام شديد على تعزيز قدرة الدولة على التزام بمواردها من النقد الأجنبي، وأحد أهم هذه العناصر هي اجتذاب تحويلات المصريين في الخارج لدعم الموقف الخارجي والتمويل الخارجي اللي من شأنه مساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. طبعا التوقعات الائتمانية حضراتكم شاهدتوا ما قبل مارس كان في توجه كبير من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني لتخفيض الرؤية المستقبلية والمستوى الائتماني الجدارة الائتمانية للدولة، لكن الحقيقة بعد ما الدولة أقدمت على هذه الإجراءات الجريئة تم التغير بشكل كبير جدا في التوقعات الائتمانية. معظم أو كل المؤسسات التصنيف الائتمانية سواء كانت S&P أو Fitch أو Moody's قاموا بتغيير النظرة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية، ونتمنى إن شاء الله أن ده يستتبعه تحسن أيضا في التصنيف الائتماني. موارد النقد الأجنبي زي ما حضراتكم شايفين حصل فيها تحسن كبير جدا. هذا التحسن مدعوم بتحسن في معظم القطاعات. الحقيقة الميزة ان الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، وبالتالي لما يبقى فيه تقلب في احد الموارد او مناحي اللي بتدير موارد بالنقد الاجنبي بستفيد من التنوع اللي موجود، لان في حال ان في انخفاض وتراجع في احد القطاعات التنوع ده بيقدر يخليني اتوازن ويخلق هذا التوازن من خلال القطاعات الاخرى اللي هي ممكن تكون بتتحرك بشكل مغاير للقطاعات اللي فيها تراجع. طبعا زي ما بقول لحضراتكم تحويلات المصريين في الخارج وهنسلط عليها الضوء كان ليها دور اساسي في تعزيز هذا الموقف والمساهمه والمساعده في استقرار موارد الدوله من النقد الاجنبي. أحب برضو أسلط الضوء على تحويلات المصريين في الخارج، ومش عايز اختزل دور أسرنا وإخواتنا وأخواننا المقيمين في الخارج
في التحويلات. طبعا دورهم ليهم دور اكبر من كده بكثير، وبنحييهم على ده، لان زي ما سياده الوزير والساده الوزراء ذكروا هم يرفعوا رايه الوطن في الخارج وسفراء لمصر في كل مكان. لكن بما ان المؤتمر بيسلط الضوء على هذا المنحى فحابب اذكر بعض النقاط الهامه. تحويلات المصريين في الخارج الحقيقه من شانها ان هي زي ما قلنا بتعزز الموقف الخارجي وتعد اهم المصادر التمويل الخارجي، وبالتالي ليها ميزه ان هي ايضا بتقلل من تبعيه والاعتماد على المصادر المتقلبه. يعني شفنا ان في بعض الفترات لما في حصل بعض الاحداث المؤسفه حصل تراجع في مثلا الموارد القطاع السياحي وايضا موارد التدفقات النقديه في محافظ الاوراق الماليه. لكن تحويلات المصريين بشكل عام بيبقى فيها نوع من الاستقرار، والحقيقه الاسر المصريه المقيمه في الخارج دايما بيبقى عندها حافز لدعم الوطن وأسرها في الداخل، وده شيء طبعا بنحييهم عليه. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ رامي، اسمح لي أسألك في تفصيلة تحديدا يمكن شغلت بال الكثيرين وكانت ملحوظة لدى الكثيرين في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأساليب الأساليب الحديثة لتسهيل إجراءات التعامل مع التدفقات الدولارية للمغتربين، خاصة فكرة التطبيقات المالية الإلكترونية الحديثة، واحنا شفنا أداء إنستاباي على سبيل المثال والتحديثات المستمرة اللي بتحصل فيه اللي لمست شريحة كبيرة من الناس اللي بدأوا يتعاملوا مع هذه التطبيقات. بشكر حضرتك على هذا السؤال، بس قبل ما اخش في التفصيله دي حابب ادي نبذه عن حجم تحويلات المصريين في الخارج عشان فالحقيقه الارقام بس عشان نبقى نحطها في السياق. اولا زي ما قلنا التحويلات ليها هذا تلعب هذا الدور الهام، ثانيا بتعزز من الاحتياطات وقلنا ان هي بتبقى بصدد درع مضاد للتقلبات الخارجيه، اخيرا وليس اخيرا بتبقى عنصر ايضا لتحفيز النمو والاقتصاد الداخلي، لان هي بالتالي ان هي في الاساس بتتم تحويلها للداخل، والتحويلات دي بتقوم بتحفيز الاستهلاك والاستثمار، لان التحويلات دي لما بتحصل اسر المصريين اللي بيتلقوا هذه التحويلات بيقوموا باستخدام هذه التحويلات في الاستهلاك المحلي وايضا الاستثمار في القطاعات المنتجه. عندنا شفنا طبعا كثير من الاستهلاك المدعوم بهذه التحويلات داخليا، وده بيبقى بمثابه داعم كبير للاقتصاد، وايضا الاستثمارات في القطاعات الحيويه زي القطاع العقاري. كثير من اخواننا المصريين بيقوموا بالاستثمار في أكيد هيتم التعامل مع مصدر الصوت ده، احنا بنعتذر من حضراتكم. يعني مين وايل بستأذن حضرتك لو ترفع صوتك حاجة بسيطة. طيب فحضراتكم فالتحويلات أخيرا زي ما بنقول بتدعم وتحفز النمو الاقتصادي الداخلي من خلال الاستهلاك ومن خلال الاستثمار. الاستهلاك بيبقى من خلال الاستهلاك المحلي لمنتجات وخدمات محلية، أما الاستثمار فبيكون من خلال الاستثمار في قطاعات منتجة وحيوية مثل القطاع العقاري. كثير من إخواننا المصريين والسيد الوزير سلط الضوء على أهم المبادرات مثل بيت الوطن التي كانت جاذبة جدا لتحويلات المصريين في الخارج وداعمة للتدفقات النقدية. تحويلات المصريين في الخارج كانت في الفترة ما بين 2014 ل 2020 تعد من أهم مصادر والتدفقات النقدية الواردة في الحسابات الجارية، كانت تمثل تقريبا ثلث التدفقات وتعد ثاني أكبر مصدر للتدفقات.
تاني أكبر مصدر للتدفقات الجارية. وبعد كده وصل الوضع للحال ان هي في الفترة بتاعة الوباء كانت يمكن تخطط ايضا الصادرات السلعية وكانت اكبر مورد في هذه الفترة. وصلت لحوالي 32 مليار دولار، ده رقم المرصود لتحويلات المصريين في الخارج، وصل المبلغ لهذا المستوى وكان مستوى قياسي لم يتم تحقيقه قبل ذلك. ولكن طبعا مع التشوه السعري اللي حصل شهدنا تراجع كبير بمقدار قرب 10 مليار او ما بين 9 و10 مليار في فترة الأزمة. لكن الحمد لله اول ما حصل توحيد في سعر الصرف سريعا شهدنا التعافي في هذا الرقم. ولو بصينا على تحويلات بشكل شهري احنا شفنا ان مايو 2024 وصلت هذه التحويلات ل 2 مليار و7 من عشرة، ودي بتمثل زيادة تقريبا 75% بالمقارنة بنفس الرقم في مايو من العام السابق اللي كان حقق حوالي 1.6 مليار دولار. فهذه الطفرة اللي شاهدناها طفرة مهمة جدا بتؤكد على استعادة الثقة واستعادة الاقتصاد ل يعني وضعه الطبيعي والاستقرار بشكل عام، اللي حفز أسرنا المصريين في الخارج لتحويل من خلال القنوات الشرعية. رجوعا لسؤال حضرتك، القنوات بقى الإلكترونية اللي قمنا بتيسيرها لتشجيع وتذليل وتيسير عمليات التحويل والتدفقات من الخارج. حضراتكم عارفين ان المبلغ احنا قلنا وصل حوالي 32 مليار دولار، كان لازم يتحط آليات مهمة جدا لتحفيز هذه التحويلات. ايه هي الآليات دي وايه اهم ابرز عناصرها؟ اهم حاجة ان هي تبقى طبعا ميسرة، انها تبقى سريعة، انها تبقى منخفضة التكلفة، واخيرا وليس اخيرا تبقى آمنة. لان انا من غير كل هذه العناصر صعب ان انا اعتمد على آلية للتحويل لو عندي شك في ان هي لو فيها تكلفة باهظة او فيها بطء في التنفيذ او ما فيهاش عنصر التأمين وبالتالي او الامان. وبالتالي كان مهم نوفر كل هذه العناصر، قمنا بتوفيرها من خلال عدة محاور، ابرزها كانت اطلاق طبعا منصات مختلفة. قمنا بخلق منصة لتمرير هذه الحوالات من خلال شبكة المدفوعات اللحظية الانستنت بيمنت نتورك او المتعارفة بالانستا باي، لتيسير على اخواننا المقيمين في الخارج عملية التحويل. النهاردة يقدر المصري المقيم في الخارج من خلال المنافذ الخارجية لو طلب ان هو يحول بشكل لحظي من خلال هذه الشبكة يقدر لحظيا يقوم بعملية التحويل، وفي نفس الوقت يقدر المتلقي او المستفيد في مصر بالتحقق من فعلا اتمام العملية والتحقق من الأرصدة. وايضا قدرنا كمان ان احنا نحقق توسع في منافذ التحصيل بحيث ان احنا نيسر على كل اخواننا المتلقين في مصر، بحيث ان هو يقدر من اقرب منفذ بيع منفذ تحصيل ان هو يتلقى هذه المبالغ. المنافذ وصلت لحوالي 1,200,000 منفذ بخلاف 23,000 صراف آلي او ATM. وايضا طبعا قدرنا كمان ان احنا نحقق انجاز اخر من خلال محافظ الهواتف الذكية او الالكترونية، بحيث ان احنا قدرنا نعمل ربط مع بعض الجهات في الخارج عشان المصري اللي له رغبة ان هو يحول من خلال هذه المحافظ على المحافظ الموجودة في مصر. في مصر في النهاردة حوالي 45 مليون محفظة، هذه المحافظ تقدر ان هي تتلقى هذه الاموال بشكل لحظي وبشكل امن وبشكل ميسر وبتكلفة منخفضة جدا، بحيث ان هو يقدر يتلقى هذه الاموال من غير ما يروح يبقى فيه تزاحم على فروع البنوك او اي منافذ اخرى، وبشكل ميسر لتذليل وتيسير هذه العملية. وفعلا فكرة الامان ده عنصر مهم جدا بالنسبة للمستخدمين لهذه التطبيقات، وخاصة المصري في الخارج، لانه ممكن يكون في يعني مخاوف لديه من هذه النقاط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري على هذه الايضاحات.